قمه الفوز على الهلال، قمه عودتنا انها اذا حضرت بمثل هذه الاحداث هي تحبس الانفاس، قمه كما عرفناها اصعب قمم الامتار الاخيره. في المقابل الهلال سيلعب في مباراة الليلة ليثبت للكبار بأن الطريق للدوري لا يعبر من خلاله. الفريقين يصلان إلى ملعب المواجهة بصحبة حكم المباراة فرناندو ريفاليني. سنتوقف وإياكم للنشيد الوطني السعودي، ثم بعد ذلك نعود للحديث عن قمة الأسبوع رقم 27 عن الكلاسيكو الهلال الاتحاد هنا في ملعب الأمير فيصل بن فهد. مناسبة با مسعود واحد من ثلاثي يلعبون بقميص الاتحاد في مباراة الليلة. الكرة اللعب للاتحاد إلى فرصة، إلى عبد الرزاق، إلى تسديدة، كورنادو يسجل هدف اتحادي أول. النمر منطلق تلبية لنداء البطولة. الاتحاد الليلة يلعب المباراة وكأنه في الجوهرة المشعة. الاتحاد جاي يغلق حسابات الدوري من بدري، كل شيء في الملعب تشعر مع أن المباراة في جدة. انتفاضة النمر الأصفر والأسود يملأ المكان الآن. شوف الكرة وشوف الانطلاقة، الكرة لعبد الرزاق، العودة بالكرة لكورنادو، وكورنادو في مرمى المعيوف. هدف أول للاتحاد. الاتحاد يبدأها مبكرا، يبغى يغلق حسابات الدوري من بدري، يسجل الهدف الأول عبر كورنادو. وشوف الفرحة في مدرج الاتحاد، هو لقب البطولة بعد أن أمسك بالصدارة لفترة طويلة. الكرة اللعب واصلة إنريكي، إنريكي بتمريرة راحت إلى رومارينيو، روما مع الكرة في الجهات اليمين، إنريكي بعد العرضية، هنا عبد الرزاق، التمريرة من حمد الله، الله جول! خلاص 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 خلاص، الاتحاد يلبي نداء البطولة، النمور تلبي نداء البطولة. الاتحاد مرة أخرى يزور شباك الهلال، ينهي على القمة في النصف ساعة الأولى من المباراة. وبامسعود يسجل ثاني أهداف الاتحاد، وجن جنون مدرجات، ليس فقط مدرجات الاتحاد اللي جن جنودها، كل شيء في جدة وكل بقعة في السعودية عليها مشجع اتحادي، جن جنونهم في لحظات جنونية. يا لها من لحظات، يا لها من أيام، يا لها من قائمة ستكتب بمداد الذهب، يا لها من قائمة ستذكر الاتحاديين بأجيال الذهب. الليلة قائمة تعلنها الاتحاد إلى لقب الدوري. ليس هناك من يعيق، ليس هناك من يعيق الاتحاد عن منصة الدوري، لأنه يسمع نداء البطولة. تحركات من لاعبين الهلال في منطقة الجزاء. الكرة اللعب واصلة باتجاه كاريو، كاريو مع الكرة ملعوبة على الجهات اليمين، مصعب الجوير بعرضية، الله! مطالبات من لاعبين الهلال بأن الكرة اجتازت خط المرمى، حكم المباراة طالب بالاستمرارية. سعود عبد الحميد، سعود إلى مصعب، مصعب مع الكرة، لاعب من الاتحاد على أرضية الملعب يعاني من إصابة. الكرة تعود إلى عبد الله عطيف، عبد الله لكاريو، كاريو مع الكرة في الجهات اليمين، العرضية. الهلاليين يشعرون بأنهم اقتربوا من الهدف بعد كرة مصعب الجوير. علي البليهي مع الكرة إلى مارسيلو جروهي، هو طبعا مارسيلو جروهي نجح في منع الهلاليين من كرة من مصعب الجوير، كانت كرة خطيرة على مرمى جروهي، جروهي أنقذها. مطالبات كانت من لاعبين الهلال بهدف، الحكم لم يشير إلى وجود هدف وطالب بالاستمرارية. حكام الفيديو أيضا لم يطلبوا منها العودة لتقنية الفيديو، معناه أنه بالفعل القرار كان صائبرا، مخالفة ركلة حرة مباشرة للهلال. شوف الإعادة مرة أخرى، هذه الإعادة بالبطيء، اللقطة اللي تصدى لها جروهي لكرة مصعب الجوير، إعادة في أكثر من زاوية. هل تجاوزت الكرة خط المرمى؟
في أكثر من مكان. هل تستطيع أن تتثب في النهاية الحكم؟ على ما يبدو بأن في حديث مع تقنية الفيديو للتأكد من اللقطة، لكن بعد ذلك كان في حديث مع اللاعبين، مطالبة لاعبين الهلال بالهدوء، لأنه إن كان هناك من قرار بهدف من عدمه سيتحقق هذا القرار بتقنية الفيديو، وأنهم يراجعوا لقطة الكرة من مصعب الجوير. إذا كان بالفعل بحسب تقنية الفيديو اللقطة قد تجاوزت خط المرمى أو بقرار حكام الفيديو، شوف اللقطة من جديد. لا يمكن أن نعطي قرار، طبعاً القرار عنده. السيد سيليفيو حكم الفيديو في مباراة الليلة، الحكم يوقف اللعب للتأكد من القرار، يطلب أيضاً من ياسر الشهراني الهدوء لأنه لا يحتاج يعني حديثه، وكان في إشارة أنه لا يحتاج للعودة إلى تقنية الفيديو بنفسه، بأنه الحكام الفيديو بإمكانهم إعطاء الإشارة. لذلك إذا كان بالفعل اللقطة اجتازت المرمى أو لا، قدها بعد أن تجاوزت الخط بكامل محيطها. هذا ما لم تتم الإجابة عليه حتى الآن يا قروهي، كلهم محتارين حول اللقطة يا قروهي. بعد العودة لتقنية الفيديو، نعم حكم المباراة أقر للهلال هدف، الهلال يسجل هدف الأول عبر مصعب الجوير، وفرحة هلالية في المدرجات. القوة الزرقاء تسعد الآن بالقرار من حكم المباراة الأرجنتيني السيد فرناندو، الذي أشار إلى أن قروهي لم يتمكن من كرة مصعب الجوير، كانت أصعب من قروهي كرة مصعب، والهلال تمكن من تسجيل هدف. كرة طويلة بالأمام، عدت الكرة بالرأس واصلة للهلال إلى محاولة، الكرة للهلال على الجهة اليمنى إلى محاولة لمحمد البريك، البريك بعرضية في منطقة الجزاء. حجازي وقروهي، حجازي وقروهي، الجدار الاتحادي منع الهلال، والكرة مستمرة هلالية خطرة، البريك بعرضية أبعدت الكرة واصلة لسعود، سعود إلى البريك، البريك في محاولة لكنها مبعدة، تعود مرة أخرى. الهلال كان قريب جدا الهلال من العودة في المباراة في المرة الأولى، قروهي كيف تصدى لها؟ حين الكرة من جديد، المحاولة الاتحادية هذه الكرة اللي فيها مخالفة لهارون كمارا، شوف اللقطة اللي نجح فيها قروهي على ممكن يرجع فيها لحكم الفيديو. الكرة من جديد، هل تمكن من التسجيل؟ مطالبات بالعودة لتقنية الفيديو من الجماهير الهلالية، الحكم يطلب من الجميع الهدوء، لأنه بالنهاية هذه القرارات تأتي أولاً من حكام الفيديو. هل لقطة مرت بكامل محيطها للوهلة الأولى؟ تشوفها نعم، يعني حجازي طلعها من بعد ما تجاوزت الخط الأخير. إذاً نعم، هدف للهلال، الهلال يتعادل في المباراة. نعم الهلال انخسر المنافسة على اللقب، لا يخسر من أمام المتنافسين على اللقب. الطريق إلى الدوري يقف عند الهلال، لن تعبر للدوري عبر الهلال. الهلال عادل في نتيجة المباراة في وقت أخير، في وقت ضيق. ميشيل نجح الحديث، كرة بتوصل على طول، فيها انطلاقة حاضرة وتتمرر، تحول الكرة جول. يا لقد فعلها من العدم، يصنع المستحيل. نعم الأيقوني كورنادو، إيغور من العدم يصنع المستحيل. إليتي يتقدم،
حلم للذهاب. هكذا يكون الدوري أقرب بكثير مما مضى. الله على الوالتو أبد ما فيها تسلل. الله على قذوعات بين إيغور والساطي. السطو على مرمى الزعيم بدا عن طريق إيغور. إيغور كورنادو بدا عن طريق اللاعب الذي من العدم يصنع المستحيل. لقد صنع الحدث. أليتي يتقدم. أليتي حاد 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 في الدقيقة 8 ينجح بتسجيل الهدف الأول. هذا كانت الكرة اللي تقدم من خلالها الهلال. كان يطالب بوجود خطأ في هذه اللقطة. مكاتفة طبيعية والهدف يحتسب. الاتحاد يتقدم. الاتحاد درة في 2009. كالديرون الأرجنتيني كان آخر ألقاب العميد. الكرة في الجانب الأيمن إلى روما. طبعا هناك بيدرو البرازيلي في 2000 وتشيزنو قديما. الله قديما وحديثا. الحديث للتسعينك التسعينك يحتفل الآن وصاحب القميص 95 أحمد مسعود يعطي السعادة. الله يا عبيد من انتظر سقوط الاتحاد. ألم ينهكك الانتظار؟ ألم ينهكك الانتظار؟ إذن لقد أنهنك. لقد أنهكك. إذن عليك أن تستمتع. استمتع بهذه الكرة الاتحادية الجميلة. الله يا ساطي روضها على صدره وحضرها الباء مسعود وأعطى السعادة الثانية لعشاق العميد هنا في الملاذ وهناك في جدة. العميد أقرب من أي وقت مضى. يا هلالية يا هلالية. ثلاث زاوية هلالية. هل يعود إلى أجواء الكلاسيكو؟ إلى ذاته؟ إلى تاريخه؟ إلى المواجهات؟ الكرة هل دخلت أم أنقذها قروهي؟ قروهي ينجح ينجح في إنقاذ الموقف. اليد المستحيلة اليد المستحيلة أنقذت المرمى من هدف تقليص الفارق للهلال. الكرة تتعلى ثاني وتصل من جديد. يحاول من خلالها عطيف. عاد الكرة للخلف لدى البليهي في الجانب الأيمن. كاريو الكرة من جديد عند سعود. يفكر بالتوغل يمرر ويرسل عالية. تغطية رائعة من مدو. عادت الكرة عند حمد الله. حمد الله شوفوا وين واصل. شوفوا حمد الله وين واصل. ألم أقل لكم عندما يتعلق الأمر بمس شباك الاتحاد يظهر أمامك الكثير الكثير من قروهي. من قروهي يصبحون كلهم قروهي حماية لمرمى العميد. وما اللقطة الأخيرة من حمد الله ببعيد أو قروهي بنفسه ببعيد. عندنا خطأ خطأ لمصلحة الهلال. الكرة المثيرة للجدل هل كان أو لربما لربما هل نجحت اليد المستحيلة من حماية شباك الاتحاد بهذه اللقطة الأسطورية بالنسبة لمارسيلو. الكرة ينتظر من خلالها طبعا ابن التانجو فرناندو رابانيلي ومن الفي آر أيضا الأرجنتيني سيلفيو تريكو. خطأ لمصلحة الهلال. لازال فرناندو ريبانيلي ينتظر يقروه رأيا من سيلفيو تريكو. هل دخلت الزاوية؟ لم توضح جعت هذه توضح كثير. هي اللقطة المتعامدة مع القائمين ربما لم تكن بكامل محيطها. ربما تجاوزت. صراحة لقطة صعبة لقطة صعبة.
ينتظر إيميليانو، حديث مع حجازي. شوفوا حجازي يا جماعة، الوجه وجهه نمر مع ياسر الشاران المقنع. بينما نونو سانتو، على فكرة أصبح نونو سانتو أكثر مدرب في تاريخ الاتحاد تحقيقا للفوز في الدوري السعودي، لقد تجاوز الروماني كوزمين كونترا. 19 انتصار للنونو، 18 لكونترا، وبهذه المباراة قد يصل إلى 20 فوز. بينما جروهي في هذه اللقطة، أو دخلت الزاوية صعبة، أعتقد بأن الأرجنتيني فرناندو سيحتسبها. نعم نعم نعم، سيحتسبها هدف، سيحتسبها هدف. لقد سجل الهلال هدف. كروحي لم ينجح من أن لا يجعل الكرة تدخل بكامل محيطها، كامل محيط الرعب، محيط الزعماء، محيط الأزرق. الآن الهلال يقلص الفارق، يعطي السعادة. لقد دخلت، كان كل يحمي مرمى جروهي. الكرة خطيرة، والكرة وين؟ جول، دخلت. الكرة تبعد، لم تخرج، لم تدخل. الكرة عادت إلى كنو. أي حصار يقدمه الأزرق. الآن الكرة ما طالت، والبريك بيحول، وعمر ينقذ، والكرة من جديد عادت من جديد، والكرة تبعد. هل كانت قد دخلت أم لا؟ ربما الحالي. هذه الكرة اللي احتسب فيها خطأ من نصيبي هارون كمارا، لكن لا لقد دخلت. الهلال يسألوني إن كانت دخلت. نعم، لقد دخلت في الصورة. جول، هل سيحتسب أم لا؟ الكرة في انتظار فيها قرار. الهلال هل يدرك التعادل بقرار من الفيار سيلفيو تريكو؟ في هذه اللحظات سيحتفل جمهور الأزرق. يا له من جنون. نعم، هدف. لقد دخلت. الكلاسيكو يظهر فيه الزعيم، كبرياء الزعيم، إنه ميشيل في هذه اللحظات.